التقرير واضح من خلال تصوير النظرة القاتمة حيال وضع حقوق الإنسان في البلد، وهذا يحزنني. أحزن عندما أرى التقرير الذي يشير إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء وانتشار التعذيب والفساد أيضا. لجنة الفساد التي نقول إنها أحرزت تقدما في مكافحة الفساد، لكنها هي كانت مسؤولة عن تعذيب الأشخاص وعن كسر أعظام أو عظام الأشخاص الذين كانوا يتعرضون إلى التعذيب أثناء التحقيق معهم. هذه مشاكل محرجة لمسؤولي العراق، من حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة العراقية الاتحادية وكل المسؤولين. والاستمرار بمهاجمة الصحفيين والمحامين في العراق هو شيء غير مقبول ومحزن. نعم سيدة واتسون، ألا ترين بأن يعني هذه الانتهاكات ربما تكون على نطاق محدود وليست هي ممنهجة، ليست يعني منهج لحكومة أو جهات معينة حكومية، ربما تحدث على نطاق محدود وتحدث ربما في العديد من دول العالم؟ لا أعتقد أن هذا هو الوضع، فنحن لا نتحدث عن بعض الحالات. التعذيب وتعذيب الأشخاص خلال التحقيق كانت ممارسة ممنهجة وممتدة على مدى عقود، لكي أقول الصراحة. إذا نرجع إلى كل تقرير أصدرته وزارة الخارجية على مدى السنوات، هناك نفس المشاكل. وعمليات القتل خارج نطاق القضاء هي ممتدة في العراق لزمن طويل من خلال ميليشيات، وهذا يشمل حالات الاعتقال التعسفية وحالات التعذيب. إذن هذه أنماط في العراق، لا يمكننا أن نعتبرها حالات منفصلة أو محدودة. الخلاصة هي أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان كانت لديها سنوات عديدة للمصادقة على قوانين ضد التعذيب ومحاسبة الجناة ومرتكبي التعذيب في مراكز الاحتجاز، ولكن للأسف لم نرى أي إجراءات جدية لمساءلة الجناة. إذا سأقول أنه تم إحراز تقدم إذا تم محاسبة هؤلاء الميليشيات، هذه الميليشيات، لكن هذه حالات نادرة للغاية.